السلام عليكم باشمهندسين، النهاردة إن شاء الله هنشرح شيت 2 في هندسة إلكترونية 1. قبل ما نبدأ في شيت 2، أنا عاملين مجموعة من القوانين تجميعة كده. القوانين دي حفظناها ومشينا عليها، هنعرف نحل الشيت. طب إيه هي القوانين بتاعتي؟ أول حاجة عندي إن الماتيريال في المسائل لإما تكون N تايب لإما B تايب، وعرفنا طبعا الفرق بين ال N تايب وال B تايب. ايه الفرق؟ انا عندي ال N تايب انا بعمل دب بمادة خماسية، تمام؟ طيب الدب بمادة خماسية ده بينتجني ان بيكون الكونسنتريشن بتاع الالكترونز بيكون اكبر بكتير من الكونسنتريشن بتاع الهولز. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا مثلا في المسائل عايز احسب الكونسنتريشن بتاع الالكترونز ده بكام، فعندي قانون لحساب الكونسنتريشن بتاع الالكترونز بيساوي ال ان سي مضروبه في اكسبوننشال مرفوعه الاس سالب الاي سي ناقص الاي اف على الكيف التي. طيب مين ال ان دي؟ اللي هي الالكترون كونسنتريشن. طب ال ان سي الافكتيف دنسيتي بتاعه مين؟ الكوندكشن باند. طب ليه الكوندكشن باند؟ لان انا عارفه ان انا الكونسنتريشن بتاع الالكترونز بيكون اعلى بكتير من كونسنتريشن الهولز. طب الالكترونز دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الكوندكشن باند. طب انا عايز احسب الكونسنتريشن بتاع الالكترونز، يبقى هستخدم الافكتيف دنسيتي بتاعه الكوندكشن باند. طيب الاي سي، الاي سي اللي هي الكوندكشن باند انرجي، عايز اعرف الانرجي بتاعه الكوندكشن باند دي بكام. طبعا عندي الحساب عن وحدتها بالالكترون فولت او بالجول، وفي الغالب بنستخدم الالكترون فولت. طب الاي اف الفيرمي ليفل انرجي، مين الفيرمي ليفل ده؟ انا عندي في الان تايب الفيرمي ليفل بيكون قريب جدا من اللي تركيزه اعلى. طب في الان تايب تركيز مين اللي اعلى؟ تركيز الالكترونز، والالكترونز دي موجوده فين؟ في الكوندكشن باند، فالفيرمي ليفل بيبقى موجود قريب للكوندكشن باند. فعندي الاكسبوننشال المرفوعه الاي سي ناقص الاي اف، يعني الاكبر ناقص الاقل، ما انا الفيرمي ليفل ده تحت الكوندكشن باند على طول، تمام؟ فعلى الكي في التي، مين الكي ومين التي؟ الكي اللي هي ثابت بولتزمان 1.38 في 10 اس سالب 23، والتي التمبريتشر. طب التمبريتشر بكتبها بالسيليزيا ولا بالكلفن؟ بكتبها بالكلفن، انا شغلي كله درجه الحراره بالكلفن، تمام؟ طيب ادي القوانين بتاعتي. طيب انا عندي مثلا ال ان سي عايز اعرف قيمتها بكام، عايز اعرف الماس بتاعت الالكترونز بكام، بستخدم تاني قانون عندي اللي هو ال ان سي بيساوي الاثنين مضروبه في القوس افتحه 2 باي مضروب في الام ان، الام ان دي اللي هي مين؟ الافكتيف ماس بتاعت الالكترون، مضروبه في الكي في التي على الاتش تربيع. الكي طبعا قلنا ثابت بولتزمان، والتي تمبريتشر بالكلفن، الاتش تربيع اللي هو ثابت بلانك، ثابت بلانك ب 6.625 في 10 اس سالب 34، تمام؟ الثوابت دي كلها بتبقى جايه لنا في الامتحان في مربع كده في جدول فيه الثوابت والقيم بتاعتها، تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب عايزه احسب الفيرمي ليفل ده مكانه فين، عايزه اعرف الفيرمي ليفل مكانه فين، هستخدمه من القانون اللي انا لسه جايباه. انا لو اخدت لين للطرفين عشان اجيب الفيرمي ليفل ده مكانه فين بالنسبه للكوندكشن باند، يبقى لو اخدت لين للطرفين هعتبر ان الان على الان سي هيساوي الاي اس سالب الاي سي ناقص الاي اف على الكي في التي. طب انا عايز اشيل الاي فاخد لين للطرفين، يبقى لين الان على الان سي بيساوي لين الاي، فالاي راحت مع اللين، يبقى السالب الاي سي ناقص الاي اف على الكي في التي. طيب الكي في التي هضربها، يبقى انا عندي الكي في التي. طب السالب ده هعمل فيه ايه؟ هروح مشقلبه اللين بتاعي، فيبقى اللين الان سي على الان، تمام كده؟ ومكان الفيرمي ليفل يبقى الاي اف هتساوي الاي كوندكشن باند اللي هي الانرجي بتاعت الكوندكشن ناقص الكي في التي مضروبه في لين الان سي على الان، تمام كده يا باشمهندسين؟ ده قانون واخدينه من اول قانون، يعني احنا عندي لغايه دلوقتي ادي قانون التاني ده اللي علينا حفظ. طيب عندي قانون تاني، لو عايز احسب الكونسنتريشن بتاعه الالكترونز دي بكام بالنسبه ان هو مش مديني الان سي، مديني الكونسنتريشن بتاعه الانترنسك. انا عندي الماده الانترنسك دي اللي هي مين؟ ان انا عندي الالكترونز بتساوي كونسنتريشن الالكترونز بيساوي كونسنتريشن الهولز. يعني ايه؟ يعني الالكترونز هي هياها، حجم الالكترون هو حجم الهولز،
تمام كده. فالان اي الان اي هتساوي ساعتها الان بيساوي البي بتساوي الان اي. الان اي قيمه ثابته عند درجه الحراره، يعني عند درجه حراره 300 ب1.5 في 10 اس 10 مثلا، تمام. فانا لو عايز احسب الان هتساوي مين؟ هتساوي الان اي مضروبه في اكسبوننشال، اكسبوننشال مرفوع لاس كام؟ الاي اف ناقص الاي اي على الكي في التي، تمام كده. ليه قلنا الاي اف ناقص الاي اي؟ قلنا الاكبر ناقص الاقل. مين اللي عندي الاكبر؟ الفيرمي ليفل، انا شغاله في الان طيب، تمام. والاي اي اللي هو الليفل بتاع الانترنسك، اللي بيكون في الانترنسك بيكون في المنتصف بالظبط. طب انا عايزه اجيب الفيرمي ليفل، الفيرمي ليفل بالنسبه للاي اي يبقى هجيبه من القانون ده. نفس الكلام بالنسبة للبي طيب، ما عنديش اي تغيير. لو عايز احسب الكونسنتريشن بتاعة الهول زي هي، بس انا كل اللي هيختلف عندي انها تبقى بدل الان سي هتبقى ان في. ليه؟ لان الكونسنتريشن بتاعة الهولز اكبر من الكونسنتريشن بتاعة الالكترون، والهولز دي موجودة فين؟ موجودة في الفيلنس بات، تمام. طيب اللي فوق بقى اللي هو الاي اس، الانرجي بتاعت مين ناقص مين؟ قلنا الاكبر ناقص الاقل. مين اللي اكبر في الحاله دي؟ الفيرمي ليفل ناقص الفيلانس باند. وباقي القوانين نفس اللي اخدناها في الان تايم، تمام كده يا باشمهندسين. عندي ايه تاني؟ عندي لو عايز اعرف الاي اي ده موجود مكانه فين. الاي اي قلنا اللي هو الستيت او الباند الموجود في المنتصف في حاله الانترنسك. ليه موجود في المنتصف؟ لان عندي الانرجي بتاعه الكونسنتريشن بتاعه الالكترونز هي الكونسنتريشن بتاعه الهولز، فالستيت ده بيكون في النص. طب انا عايز اعرف مكانه فين بالنسبه للان تايب او البي تايب. فانا عندي مفروض ان الاي اي هتساوي الاي سي زائد الاي اف على الاثنين، زائد مين؟ زائد ترم تاني. الترم ده اللي هو مين؟ نص الكي تي لان الان في على الان سي، تمام. من غير الترم ده يبقى انا لا عملت دب بماده ثلاثيه ولا ماده خماسيه، يبقى انا عندي الماده ايه؟ نقيه خالص. يبقى الاي سي زائد الاي في على الاثنين، يعني الاي اي موجوده في المنتصف، ده في حاله الانترنسك بس. طب لما بعمل دب بماده ثلاثيه وخماسيه فبتزيد عندي الترم اللي هو نص الكي تي مضروب في لن الان في على الان سي، تمام كده. طيب لو في مساله هنشوفها في الشيت، انا مش معايا الان في ولا الان سي، مش ادهالي ثوابت ولا مدياني قيمها، هجيب منين؟ هو عايز مثلا بالنسبه للام. طب ما انا كنت واخده قانون كان فوق ان الان في بيساوي 2 في 2 الباي مضروبه في الام بي في الكي في التي على الاتش تربيع مرفوع لاس 3 على الاثنين. فانا لو اخدت الان في على الان سي هلاقي الثوابت راحت مع بعضها، وبقى عندي الام بي على الام ان. طب الاس 3 على 2 ده اروح فين؟ هنزله قدام اللين، يبقى 3 على 4 كي في التي لين الام بي على الام ان، تمام كده. طيب عندي اللي هي الماس اكشن لو. مين الماس اكشن لو؟ قانون الطاقه بتاعي اللي هو الان في البي بيساوي الان اي تربيع، يعني ضرب الكونسنتريشن بتاع الالكترون مضروب في الكونسنتريشن بتاع الهولز بيساوي الان اي تربيع. فهيساوي مين؟ ما انا عندي الان بيساوي الان سي مضروبه في الاي اس سالب الاي سي ناقص الاي في الاي اف على الكي في التي، مضروبه في الان في مضروبه في الاي اس سالب الاي اف ناقص الاي في على الكي في التي، تمام كده. لو ضربت الاثنين في بعض يبقى الان سي مضروبه في الاي الان في والاي اف راحت مع الاي اف، فتبقى لي الاي سي ناقص الاي في اللي هي الانرجي جاب. مين الانرجي جاب؟ اللي هي الانرجي بتاع الكوندكشن بان ناقص الانرجي بتاع الفيلنس بات، تمام كده. هتساوي الان اي تربيع. طب ندخل في مسائل الشيت. مسائل الشيت بيقول لي ايه؟ اول مساله عندي ان انا شغاله في الروم تمبريتشر. الروم تمبريتشر عندي اللي هي 300 درجه كلفن، قالها او ما قالهاش، انا عارفه ان الروم تمبريتشر اللي هي 27 درجه سليزي اللي هي تعادل كام بالكلفن؟ 300 درجه كلفن. مديني ايه؟ مديني الافكتيف دينستي بتاعه الستيت بتاع الفيلنس بان ب 2.66 في 10 اس 19 سنتيمتر اس سالب 3 اللي هي مين؟ ال ان في بتاعه الفيلنس بان. بيقول لك الافكتيف دينستي
تمام. طيب ده في حاله السيليكون، يبقى ال ان في للسيليكون ب 2.66 في 10 اس 19. طب في حاله الجاليوم ارسنايد ب 7 في 10 اس 18. عايز يحسب مين؟ عايز يحسب الماس بتاعه الهولز، وتاني مطلوب عايز ان انا انسب الماس دي بالنسبه للفري الكترون ماس. هشتغل انهي قانون؟ هشتغل قانون ال ان في، هو مديني ال ان في وعايز الماس. انهي قانون اللي عندي؟ القانون اللي هو ال ان في بيساوي ال 2 في 2 باي في الام بي في الكي في التي على الاتش تربيع مرفوع لاس كام؟ 3 على 2. ادي ال ان في معايا والثوابت كل ده الكلام ده كله معايا، اللي باقي عندي مين؟ الام بي، هي دي اللي انا عايزه اجيبها. فالام بي هتساوي مين بعد ما انزل واضرب؟ فهتساوي ال ان في على ال 2 مرفوع لاس 2 على 3 مضروبه في مين؟ اتش تربيع على 2 الباي في الكي في التي، تمام كده. وبعدين هعوض تعويض مباشر خالص، اللي هي الماس بتاعه السيليكون. انا هشتغل مره سيليكون ومره جاليوم ارسنايد، يعني هشتغل المساله بمرتين بقيمتين للان في، مره في حاله السيليكون ومره في حاله الجاليوم ارسنايد. في حاله السيليكون الان في بكام؟ ب 2.66 في 10 اس 19، تمام كده. هضربها في مين؟ هضربها في 10 اس 6. طب ليه ضربت في 10 اس 6 دي؟ لان هو مديني ال ان في بالسنتيمتر اس سالب 3، وانا عايزه اطلع الماس بايه يا باشمهندسين؟ عايزه اطلعها بالكيلوجرام، فلازم احول السنتيمتر اس سالب 3 دي لمين؟ لمتر اس سالب 3. طب هحول من سنتيمتر اس سالب 3 لمتر اس سالب 3 ازاي؟ كل سنتيمتر بيساوي 10 اس 2. كل سنتيمتر بيساوي 10 اس سالب 2 المتر. وبعدين ارفع الاس كام؟ اس سالب 3، فالسالب 3 ضربت في سالب 2 فبقت 10 اس 6. مرفوع الاس كام؟ 2 على 3. مضروب في مين؟ مضروب في الاتش تربيع. مين الاتش تربيع؟ اللي هو ثابت بلانك 6.626 في 10 اس سالب 34 مرفوع الاس 2 على 2 الباي مضروبه في الكي في التي. هي الكي عندي بكام؟ 1.38 في 10 اس سالب 23 مضروبه في التمبريتشر. التمبريتشر عندي بكام؟ ب 300. طلع عندي الماس بكام؟ 9.4 في 10 اس سالب 31 كيلو جرام. دي الماس بتاعه مين؟ بتاعه السيليكون. يبقى انا كده طلعت مين؟ الافكتيف ماس بتاعه الهولز في حاله السيليكون. طيب تاني مطلوب عايز ان انا اكمبير الماس دي بالنسبة للفري الكترون ماس. هي مين الفري الكترون ماس دي؟ اللي هي قيمة الماس او الكتلة بتاعة الالكترون في الالكترون الحر، قيمتها ثابتة اللي هي ب 0.911 في 10 اس سالب 30. طب انا عايز اعمل مين؟ كومبير الماس دي بالنسبة للفري الكترون ماس. يبقى الماس بتاعتي اللي هي الام بي هقسمها على الام نوت، فطلعت معايا ب 1.03 ام نوت. طبعا ما عنديش وحدات لان الكيلو جرام راح مع كيلو جرام، فطلعت عندي الام بي بتاعت السيليكون كام بالنسبه للام نوت؟ ب 1.03. واضحه كده يا باشمهندسين؟ نفس الكلام بالنسبه للجاليوم ارسنايد، هعوض بالان في بقى بالقيمه اللي هو مديها لي واطلع الماس. طبعا هحول نفس الكلام بالنسبه للمتر اس سالب 3، وطلعت معايا الكتله عايزه احولها للفري الكترون ماس، عايزه انسبها للفري الكترون ماس. يبقى هقسم على كام؟ 911 من 1000 في 10 اس سالب 30، فطلعت معايا كتله الجاليوم ارسنايد بالنسبه للفري الكترون ب 43%. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب تاني مسألة عندي، تاني مسألة في الشيت، عايز احسب المكان بتاع الـ EI في حالة ان انا عندي درجة الحرارة ب 77 ومرة 300 ومرة 100 درجة سليزيوس، تمام. عايز يعرف مكان الـ EI ده موجود فين، تمام. ما احنا قلنا ان انا عندي لو المادة عملت لها ان طيب فالـ EI مكانه بيتغير، ولو بي طيب مكانه بيتغير. امتى بيكون في المنتصف بالظبط؟ في حاله ان الماده عندي انترنسك، يعني الالكترون بيساوي الهولز. طيب هو هنا قال لي احسبي لي الاي اي ده موجود مكانه فين،
بالنسبة لدرجة حرارة 77 ومرة 300 ومرة 100 درجة سيليزياس، ومديني الام بي بيساوي 1 الام نوت، والام ان 19/100 الام نوت. وبيقول لي اعرفي هي الاي اي دي اقرب مكان ليها ان هي تكون في منتصف السنتر اوف الجاب بتاعتي، يعني موجودة في النص عند انهي درجة حرارة تقريبا. هي مش هتبقى في النص بالظبط، بس هي تقريبا عند موجودة عند انهي درجة حرارة. طيب اول حاجة خالص انا هجيب الاي اي. هي الاي اي بتساوي مين؟ بتساوي الاي سي زائد الاي في على الاثنين زائد الكي في التي على الاثنين مضروبة في لن الان في على الان سي. ده مفروض القانون الاساسي. طب هو هنا مديني ان في او ان سي؟ لا مش مديني ان في ولا ان سي بتاعت كل درجة حرارة. مديني مين؟ الماس بتاعتي. ادي الماس بتاعت الهولز والماس بتاعت الالكترو مديها لي اهي. فحول الان في على الان سي احولها ايه؟ لماس. يبقى ساعتها الكسر اللي بره هيبقى بدل نص هيبقى كام؟ 3/4. تمام كده يا باشمهندسين. وهعوض هسيب بدلالة الاي سي زائد الاي في، هو مش مديني قيمهم فهسيبها زي ما هي. وبعدين هختصر عندي الكسر ده واخليها بدلالة التمبريتشر بحيث ان انا اعوض بالتمبريتشر على طول. فيبقى عندي الاي اي بيساوي الاي سي زائد الاي في على الاثنين زائد التلاتة على الاربعة مضروب في مين؟ في الكي 1/3/8 في 10^(3)/-23 مضروبة في لن. لن مين بقى؟ الام بي على الام ان. هي الام بي بكام؟ بواحد ام نود، والام ان 19/100 الام نود، والام نود راحت مع الام نود يعني مش محتاجة ان انا اعوض عنها. طب ليه قسمت على اللي هي الشحنة بتاعت الالكترون؟ لان هو مديني ان الكي مفروض ان هي الثابت بتاع بولتزمان 1.38 × 10^23 ده بالجول. طب انا عندي الانرجي اللي هي الاي سي زائد الاي في دايما بتكون بالالكترون فولت، فلازم احول الجول لالكترون فولت عن طريق ان انا بعمل ايه؟ بقسم على شحنة الالكترون. شحنة الالكترون دي اللي هي مين؟ اللي هي الكيو. قيمتها بكام؟ 1.6×10^19. يبقى بقسم على شحنة الالكترون. يبقى انا كده حولت ان الانرجي اللي هتطلع لي بالالكترون فولت. طيب همسك بقى عند كل درجة حرارة واشوف هي الانرجي الاي اي دي موجودة فين. فعند درجة حرارة 77 يبقى الاي اي بتساوي الاي سي زائد الاي في على الاثنين زائد قيمة الكسر ده بعد ما فكيته ب1.07×10^4. هضربها بقى في التمبريتشر بتاعتي، مرة التمبريتشر ب 77 مرة 300 مرة 100 درجة سيليزيوس. فعند درجة 77 فلما عوضت طلع عندي ان الاي اي بتساوي الاي سي زائد الاي في على الاثنين زائد 0.0083. طيب عند درجة حرارة 300 يبقى الاي اي هتساوي مين؟ الاي سي زائد الاي في على الاثنين زائد 32/1000. عوضت عن درجة حرارة 300. طب عند اخر حاجة عندي درجة حرارة 100 درجة سيليزيوس، هل هعوض بالمية يا باشمهندسين؟ لا ما بعوضش بالمية، احنا متفقين ان كل درجات الحرارة بحولها لمين؟ لكلفن. يبقى 100 + 273 بتساوي 373 درجة كلفن. يبقى هعوض بالتمبريتشر بتاعتي 373، فطلع معايا ان الاي اي بتساوي الاي سي زائد الاي في على الاثنين زائد 4/100. تمام. يبقى انا دي كده اول مطلوب عندي، طلعت اللوكيشن اللي هو الانرجي بتاعه الاي اي عند كل درجه حراره. طيب تاني سؤال عندي بيقول لي هو الاي اي ده موجود في السنتر فين بالنسبه للجاب؟ فهشوف انا هقارن بالنسبه لمين. انا عندي الاي سي زائد الاي في على الاثنين ثابته الكل، انا عايزه ايه؟ ان هي الاي اي تقريبا بتساوي الاي سي زائد الاي في على الاثنين بس. الترم التاني ده تقريبا يقول للصفر. طيب انا عندي هنا طلع لي مره ب 83/10000 ومره 32/1000 ومره 4/100، فبالنسبه لي اصغر قيمه للترم ده اللي هو مين؟ اللي هي 83/10000. فبقت عندي عند درجه حراره 77 هي اقل قيمه للترم الثاني، فبالنسبه لي الاي اي موجود فين؟ في السنتر. تمام كده يا باشمهندسين. يبقى دي المسألة التانية. مسألة رقم 3،
المسألة رقم 3 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت عندك الماتيريال بتاعتك انترنسك، تمام، و الانترنسك ماتيريال دي عملت لها دب ب 10 اس 15 بمادة الفوسفور. طيب هي مادة الفوسفور دي لما اعملها دب هي دي مادة ثلاثية ولا خماسية؟ الفوسفور مادة خماسية، فلما تبقى الفوسفور مادة خماسية يبقى النوع الطيب بتاعي بتاع الماتيريال هيكون نوعه ايه؟ ان طيب. طب لما يقول لي ان انا عملت دب ب 10 اس 15 يبقى دي قيمة مين؟ دي قيمة الان دب الدونر، الان دونر، الان دونر بتساوي 10 اس 15 هتساوي هي الان دونر. انا عامله عندي كده يبقى انا عندي الماتيريال بتاعتي ان طيب بس، فالان اللي هي الكونسنتريشن بتاع الالكترون تقريبا بيساوي الكونسنتريشن بتاع الدونر، يبقى الان تقريبا هتساوي الكونسنتريشن بتاعه الدونر اللي هي 10 اس 15. طيب هو عايز يحسب مين؟ عايز يحسب الكونسنتريشن بتاعه الهولز دي بكام. عند درجة حرارة انا هعتبرها عند درجة حرارة 300 درجة كلفن، تمام، عند 300 درجة كلفن يبقى ال ni عنده قيمة ثابتة بواحد ونص في 10 اس 10 سنتيمتر اس سالب 3. طب انا عايز احسب البي، هي البي بكام؟ طب ما انا عندي الماس اكشن لو، الماس اكشن لو اللي هي القانون بيقول لي مين؟ ان ال n في البي بتساوي ال ni تربيع، يعني البي هتساوي ال ni تربيع على ال n، يبقى واحد ونص في 10 اس 10 تربيع على 10 اس 15 هتساوي 2.25 في 10 اس 5 سنتيمتر اس سالب 3. مسألة هتتحل في سطر. مسألة رقم 4، رقم 4 بيقول لي ايه؟ ان انت عندك السيليكون سامبل التمبريتشر بتاعتك 300 درجة كلفن، تمام، انا شغالة عند درجة حرارة 300 درجة كلفن. عندي بيقول لي ان هو بيحتوي على اكسبتور امبيورتي، يعني ال NA بتساوي 10 اس 16 الاكسبتور امبيورتي كونسنتريشن اللي هي الكونسنتريشن بتاعت الاكسبتور، ال NA بيساوي 10 اس 16 فديترماين الكونسنتريشن بتاعت الدونر امبيورتي، عشان لازم اعمل لها اد عشان السيليكون يكون ان طيب، ومكان الفيرمي ليفل بيساوي 2.10 الكترون فولت بلو ذا كوندكشن باند، اسفل الكوندكشن باند، تمام كده. يعني انا عندي الماتيريال بتاعتي عملت عندي في الكونسنتريشن بتاعت الاكسبتور باللي هي ال ان اي بيساوي 10 اس 16، وبعدين عايز يعرف الكونسنتريشن بتاعه الدونر امبيورتي، هي مين الدونر امبيورتي دي؟ اللي هي ال ان دي، عايز يعرف قيمتها بكام، لازم اعمل لها اد عشان السيليكون ساعتها يكون ان طيب. فلما السيليكون يكون ان طيب هو مكان الفيرمي ليفل هيكون فين؟ قريب للفالنس باند ولا الكوندكشن باند؟ قريب للكوندكشن باند. فهو فعلا قال لي ان الفيرمي ليفل ده مكانه بيساوي 2.10 الكترون فولت اقل من الكوندكشن باند، تمام كده. يبقى عند درجة حرارة 300 وال ان اي بي 10 اس 16 وال اي سي ناقص ال اي اف بيساوي 2.10 الكترون فولت، هو عايز يحسب مين؟ ال ان دي. طب انا احسب ال ان دي ازاي؟ عندي ال ان دي عندي كان قانون بيقول لي ان الكونسنتريشن بتاعه الالكترونز بتساوي مين؟ ال ان دونر ناقص ال ان اكسبتور. انا عندي دونر قد ايه واشيل منهم الاكسبتور، تمام كده يا باشمهندسين. طيب انا عندي في القانون اللي انا هستخدمه ده ال ان ايه معايا وال ان دونر انا عايز اجيبها، طب ال ان هي معايا؟ اقدر ان انا اجيبها من قانون، القانون اللي هو بيقول لي مين؟ اللي ان ال n بيساوي ال n c مضروبه في ال e اس سالب ال e c ناقص ال e f على ال k في t. ما اقدرش ان انا استخدم ان ال n بيساوي ال n i اكسبوننشال ال e f ناقص ال e i على ال k في t، ليه؟ لان انا ما اعرفش الانرجي الفرق الانرجي بين الفيرمي ليفل والاي اي بكام، هو مدين الكوندكشن ناقص الفيرمي، فكوندكشن ناقص الفيرمي يبقى هستخدم القانون الاول خالص. طيب هعوض تعويض مباشر، يبقى الان هيساوي مين؟ هيساوي الكي في التي مضروبه في مين؟ مضروبه في الان هيساوي سوري الان سي، الان سي اللي هي
قيمة ثابتة، هو هيديها لك في جدول عند درجة حرارة 300 قيمة ال ان سي بكذا، فال ان سي عند درجة حرارة 300 ب 2.86 في 10 اس 19 مضروبة في مين؟ اكسبوننشال. اكسبوننشال مرفوعة الاس كام؟ سالب ال اي سي ناقص ال اي اف على الكي في التي. طب هعوض، يبقى انا عندي ال 2.86 في 10 اس 19 دي قيمة ال ان سي مضروبة في مين؟ اكسبوننشال. اكسبوننشال مرفوعة الاس كام؟ سالب ال 2 من 10 ال اي سي ناقص ال اي اف على الكي في التي. طب الكي في التي احنا قلنا ان الكي وحدتها بالجول، هو مديني الاي سي ناقص الاي اف بكام؟ بالالكترون فولت، فهحول الجول للالكترون فولت. طب لما بحول الجول للالكترون فولت بعمل ايه؟ بقسم على شحنة الالكترون، فهقسم الكي في التي على شحنة الالكترون فهتطلع لي بكام؟ ب 0.0259. اعوض واعوض بالآلة حاسبة، طلع معايا ان الكونسنتريشن بتاعة الالكترون ب 1.26 من 100 في 10 اس 16 سنتيمتر اس سالب 3. طيب تاني حاجة عندي الان دي هو عايز يجيبها، الان دي احنا قلنا ان هي هتساوي مين، فلما ودي دي الناحية التانية يبقى الان زائد الان ايه ب 1.26 في 10 اس 16 قيمة الان اللي طلعناه زائد مين الان اكسبته، يبقى الان دونر طلعت بكام؟ ب 2.26 من 100 في 10 اس 16 سنتي متر اس سالب 3. دي كده مسألة رقم 4. طيب مسألة رقم 5، عايز ايه في مسألة رقم 5؟ قال لي درو اسمبل فلات انرجي باند دايجرام، ارسمي لي انرجي باند دايجرام ودايجرام للانرجي باند اللي هو مين؟ الكوندكشن باند والفالنس باند والاي اي، ولو عندي فيرم ليفل لو عملت دب. هو فعلا قال لي ان السيليكون عملت لها دب بالارسنايت. هو الارسنايت دي ماده خماسيه ولا ماده ثلاثيه؟ يعني الماتيريال ان طيب ولا بي طيب؟ هو اكيد هي مش ماده انترنسك، هي مش ماده خاليه من الشوائب، ده هو هنا قال لك ان السيليكون عملت لها دب بمين؟ بالارسنايت. فهاجي ابص كده، هي الارسنايت دي ماده خماسيه ولا ماده ثلاثيه؟ يعني الماتيريال بتاعتي ان طيب ولا بي طيب؟ فالارسنايت ماده خماسيه، يبقى انا عندي الماتيريال ان طيب. تمام، هو عايز يرسم بقى ايه الدايجرام بتاعي عند درجه حراره 77 وعند درجه حراره 300 وعند درجه حراره 600. فبيقول لك شو الفيرمي ليفل اند يوز ذا انترنسك فيرمي ليفل as energy reference، يعني استخدم الاي اي دي كريفرنس. تمام، استخدم الاي اي كريفرنس. طب انا ما عنديش قانون غير واحد بس اللي بيقول لي ان الان بالنسبه للاي اف ناقص الاي اي اللي هو كان بدلاله مين؟ الان اي. يبقى الان هيساوي الان اي مضروبه في اكسبوننشال الاي اف ناقص الاي اي على الكي في التي. تمام كده. طيب هو هنا قال لي ان انا عملت السيليكون دوب دي بماده خماسيه اللي هي الارسنايت بقد ايه كونسنتريشن؟ ب 10 اس 16. طب هو ال 10 اس 16 اللي هي مين؟ ال ان دي، وانا عندي الماتيريال ان طيب، فال ان تقريبا هتساوي ال ان دي. تمام كده، هو عايز يعرف الفيرمي ليفل بيساوي كام بالنسبه للاي اي، فهيساوي كام؟ يبقى هاخد الن للطرفين، فيبقى الاي اف ناقص الاي اي هتساوي الكي في التي مضروبه في لن الان دي على الان اي. تمام كده، هعوض تعويض مباشر خالص، بس انا عندي هنا الان اي بتختلف مع درجه الحراره، يعني عند درجه حراره 77 غير درجه حراره 300 غير درجه حراره 600، طبعا هيبقى مديها لك كثوابت. فعندي اول حاجه خالص بالنسبه لدرجه حراره 77 يبقى الاي اف ناقص الاي اي اللي هي عندي الان اي مضروبه في الكي في التي، معلش الاي اف ناقص الاي اي هتساوي الكي في التي مضروبه في لن الان دي على الان اي. تمام، الكي في التي اللي هي ب 8.6 في 10 اس سالب 5 هضربها في التي عندي بكام؟ 77 درجه كلفن. اللن الاس كام؟ اللن الكسر 10 اس 16 على الان اي، الان اي بالنسبه للتمبريتشر 77 ب 1.74 في 10 اس سالب 19. فطلع عندي الفرق الاي اف ناقص الاي اي ب 53 الكترون فولت.
53 الكترون فولت. طب ارسمي لي بقى الكلام ده، يبقى انا عندي كوندكشن باند وفالنس باند، والاي اي فين يعتبر اهو مكانه في المنتصف في حاله الانترنسك. تمام، هو عايز يعرف بقى فرق الاي اف ناقص الاي اي، يبقى الاي اف مفروض ان هو موجود تحت الاي سي على طول، فيبقى فرق الاي اف ناقص الاي اي بكام؟ 53 من 100 الاي الكترون فولت. طيب عند درجه حراره 300 نفس الكلام، هعوض الكي في التي، يبقى 8.6 في 10 اس سالب 5 مضروبه في مين بقى؟ 300. لان كام؟ لان دي الان دي ثابته عند كل درجات الحراره، هو مديني ان انا عملت دب ب 10 اس 16 مره عند 77 مره عند 300 مره عند 600. ف 10 اس 16 على كام؟ الان اي، الان اي في حاله درجه 300 درجه كلفن بيساوي 1.5 في 10 اس 10. فعوضت طلع معايا ان الاي اف ناقص الاي اي طلع ب 35 من 100 الكترون فولت. فرق الانرجي بين الاي اف ناقص الاي اي ب 35 من 100. عندي درجه حراره 600 نفس الكلام، الان اي بقى في الحاله بتاعه ال 600 الان اي ب 10 اس 16. تمام، فالاي اف ناقص الاي اي تقريبا هيساوي 0. فلما تقريبا هيساوي صفر يبقى الاي اف هي هياها الاي اي في حاله مين؟ ال 600 درجه كلفن. واضحه كده يا باشمهندسين؟ دي مساله رقم 5. مساله رقم 6 عندي عايز بيقول لي فايند الالكترون والهول كونسنتريشن والفيرمي ليفل في مين؟ في السيليكون عند درجه حراره 300 درجه كلفن. مرة قال لي فور ان الواحد في 10 اس 15 بورون اتومز بير سنتيمتر اس 3، ومرة تانية 3 في 10 اس 16 بورون اند ارسنايت 2.9 في 10 اس 16. تمام كده، هو عايز يحسب مين؟ ال N وال B، وعايز يعرف ال EF بكام. طيب اول حاجة عندي، انا عندي السيليكون عند درجة حرارة 300، تمام، وبعدين قال لي ان انا عملت دب بالبورون والكونسنتريشن بتاع الدب ده ب 10 اس 15. طب لما انا اعمل بالبورون بس، هي البورون ده مادة ثلاثية ولا مادة خماسية؟ لا، البورون مادة ثلاثية، فيبقى عندي ساعتها الماتيريال بي تايب، فالكونسنتريشن اللي هو مديها لي دي مفروض ان هي الان اكسبتور، مش انا عملت الدب بماده ثلاثيه فيبقى الان اكسبتور، فالان اكسبتور هيساوي مين؟ 10 اس 15 اللي هو هيساوي مين تقريبا؟ اللي هو هيساوي البي. فعندي بالماس اكشن لو اللي هي الان في البي بيساوي الان اي تربيع، والان اي في حاله الدرجه 300 درجه كلفن بواحد ونص، فهعوض يبقى الان كونسنتريشن، يبقى انا اول حاجه خالص جبتها اهي الكونسنتريشن بتاعت الهول. طب عايز اجيب الكونسنتريشن بتاعت الالكترون، يبقى ال n هتساوي ال n i تربيع على ال b، يبقى 1.5 في 10 اس 10 الكل تربيع على ال 10 اس 15، يبقى طلعت الكونسنتريشن بتاعت الالكترون. طب عايز تاني حاجه، عايز مين؟ عايز يعرف الفيرمي ليفل بكام، الفيرمي ليفل انرجي. طيب انا عندي قانون مين؟ ان ال b هتساوي ال n v في ال e اس سالب ال e f ناقص ال e v على ال k في ال t. ليه استخدمت القانون ده؟ انا عندي ال n v ثابته عند درجه حراره 300 قيمتها بكذا. تمام كده يا باشمهندسين، يبقى ال e f ناقص ال e v بتساوي ال k في ال t في ال n ال n v على ال b. طبعا هحول برضو السابق بولتزمان لالكترون فولت، يبقى قسمت على شحنه الالكترون، هضربها في 300 مضروبه في لن ال ان في في درجه حراره 300 ب 1.04 في 10 اس 19 على قيمه البي عندي بكام؟ ب 10 اس 15، يبقى الاي اف ناقص الاي في بيساوي 24 الكترون فولت. طب هرسم له بلوك كده صغير، انا عندي بي تايب، يبقى الفيرمي ليفل موجود فين؟ قريب للفالنس باند، يبقى ادي الكوندكشن باند والفيرمي ليفل وادي الفالنس باند. تمام، طيب تاني سؤال عندي بالنسبة لبي، قال لي ان انا عملت 3 في 10 اس 16 بورون اند 2.9 من 10 في 10 اس 16 ارسنايت، يبقى انا عندي كده المادة عملت لها طب مادة مين؟ مادة ثلاثية بلس مادة خماسية، فيبقى عندي مين؟
الماتيريال بتاعتي ان تايب وبي تايب وان تايب، يعني عندي كونسنتريشن الالكترون عندي كونسنتريشن الهولز، ما عنديش حاجه اكبر من الثانيه. فيبقى عندي لو انا ضفت البورون يبقى دي مين قيمه الان اكسبتور، لو ضفت الارسنايد يبقى دي ان دونر. فالان اكسبتور هتساوي 3 في 10 اس 16 والان دونر ب 2.9 في 10 اس 16. طب في الحاله دي الان اكسبتور اكبر شويه من الان دونر، تمام؟ فعندي البي هاجي اجيبها ازاي؟ الكونسنتريشن بتاعت الهولز هيساوي الان اكسبتور ناقص الان دونر. فالان اكسبتور ناقص الان دونر يبقى 3 في 10 اس 16 ناقص 2.9 في 10 اس 16، هتطلع عندي ب 10 اس 15 سنتيمتر اس سالب 3. طب الان هتساوي مين؟ الان هتساوي الان اي تربيع على البي وعوض بالان اي والبي عوضت بيها، فطلع عندي الان هتساوي 2.25 في 10 اس 5. نفس الكلام بالنسبه للفيرمي ليفل، نفس الكونسنتريشن بتاع الالكترون هو الكونسنتريشن بتاعه الهولز في المطلوب ايه، فالفيرمي ليفل ناقص الاي في نفس الكلام هيطلع بكام؟ 24 من 100 الكترون فولت. اخر مساله عندي في الشيت، قال لي عايز ايه؟ عملت للسيليكون دب بمين؟ بالارسنايد، والكونسنتريشن بتاع قيمه الدب اللي هو الدونر ده يبقى 10 اس 17، تمام؟ عايز يعرف عند الثبات الكونسنتريشن عند درجه الحراره 300 الفيرمي ليفل بيساوي كام بالنسبه للاي اي. طيب اول حاجه خالص، انا عندي لما اعمل دب بماده اللي هي الارسنايد، يعني الارسنايد قلنا اللي هي ماده خماسيه، يبقى الماتيريال بتاعتي نوعها ان تايب. فالان دي تقريبا اللي هي مين؟ الان دي اللي هي مديها لي ب 10 اس 17 اللي هي قيمه الدب بتاعي. انا عملت دب بقد ايه؟ يبقى دي الان دونر، الان دونر ب 10 اس 17. فاول حاجه احسب خالص البي، هو عايز يعرف الكونسنتريشن بتاعت الهولز دي بكام، فالبي هتساوي الان اي تربيع على الان، والان اي تربيع عوض بالان اي اللي هي 1.5 في 10 اس 10 الكل تربيع على الان، الان اللي هي مين؟ اللي هي تقريبا بيساوي الان دونر، كونسنتريشن بتاعه الدونر هي كونسنتريشن بتاعه الالكترون، يبقى 10 اس 17، يبقى طلعت مين؟ كونسنتريشن الهولز. طب هو عايز تاني حاجه، عايز مين؟ الاي اف بالنسبه للاي اي. الاي اف بالنسبه للاي اي يبقى انا عندي هو قانون اللي هو الان بيساوي الان اي مضروبه في الاكسبوننشال مرفوعه للاي اف ناقص الاي اي على كيف التي، تمام كده؟ فالاي اف ناقص الاي اي بتساوي الكي في التي لان الان على الان اي، الان انا لسه اللي هي معايا ب 10 اس 17 والان اي عند درجه حراره 300 1.5 في 10 اس 10. فادي عوضت بالكي نفس الكلام، قسمت على شحنه الالكترون لان لازم احول من جول لالكترون فولت، انا عايز اطلع الوحده في الاخر بالالكترون فولت. فادي 1.38 في 10 اس سالب 23 ضربتها في 300 اللي هي قيمه التمبريتشر على شحنه الالكترون مضروبه في لن اللي هي الان على الان اي، طلع معايا ان الاي اف ناقص الاي اي ب 41 من 100. فعندي الاي اف ناقص الاي اي، انا عندي الماتيريال ان تايب، فالفيرمي ليفل هيكون قريب للكوندكشن باند، تمام كده يا باشمهندسين؟ ده كده شيت رقم 2 خلصناه. شرحتهم من الاول لان كان في سكاشن ضاعت في المطر، فادي شيت 2 شرحناه من اوله. المره الجايه ان شاء الله هنشرح شيت 3، هنخلصه اغلبه، هم 6 مسائل ان شاء الله نخلصهم وارفع لكم ان شاء الله باذن الله الفيديو. لو في اي مشكله ابعتولي على الجروب وانا هرد عليكم. السلام عليكم.